قال عليه الصلاة والسلام: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. وقوله من أعيادهم يستفاد من هذا أن أعياد الكفار كثيرة، ويدل على أن ما يصنع في هذا الزمن من أعياد إنما هي وسائل من وسائل الشرك، وأيضا فيها تشبها بالكفار، لأنه لا أعياد للمسلمين إلا عيدان: عيد الأضحى وعيد الفطر وهذا في السنة، وعيد الأسبوع وهو يوم الجمعة، وما عداها من أعياد فإنها أعياد باطلة.